كان يا مكان ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول ما تسمع الجملة دي تقولي إيه؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. شطور خالص، ركز معايا بقى. النهاردة هحكي لك حكاية جميلة قوي، حكاية حسان وجدته. حسان ده كان ولد شطور قوي قوي، وكان بيروح دايما لجدته. في يوم من الأيام راح لجدته، وطبعا قعدوا يلعبوا مع بعض، ولكن وهم بيلعبوا سمعوا أذان العصر. سمعوا أذان العصر، راحت جدته قالت له إيه؟ يلا يا حسان بسرعة، يلا المفروض تروح تتوضأ عشان نصلي. حسان كان يعني بيعمل كل حاجة بسرعة عشان يرجع للعب على طول. راح غسل وشه ومسح شعره وما توضاش كويس زي ما المفروض يتوضى حلو. طبعا جدته لاحظت وسابته يصلي عادي. وبعد ما خلص صلاة راحت جدته قالت له ايه؟ تعرف يا حسان تفتح لي الباب الكبير قوي ده؟ قعد يحاول حسان يحاول معرفش يفتحه خالص. قال لها يا جدتي الباب ده عليه قفل كبير قوي وانا محتاج مفتاح. قالت له انت محتاج مفتاح؟ راح قال لها ايوه انا محتاج مفتاح يا جدتي علشان اقدر افتح الباب ده. قالت له تعالى عشان احكي لك حكايه. طيب انت تعرف مفتاح الصلاه ايه هو؟ قعد يفكر حسان يقول لها هي الصلاه ليها مفتاح؟ قالت له ايوه طبعا ليها مفتاح، ومهم قوي 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 ان احنا نعرفه. راح قعد يفكر، قال لها انا مش عارف ايه هو مفتاح الصلاه. راح جدته قالت له ايه بقى؟ قالت له مفتاح الصلاة الطهور. الطهور هو مفتاح الصلاة. يعني ايه؟ يعني ان احنا لازم نتوضأ قبل ما نصلي، لان لو صلينا كده او اتوضينا واحنا مش عارفين يعني ايه نتوضأ او ما توضيناش صح، يبقى كده الصلاة بتاعتنا مش مقبولة، او ربنا كده انت كده مش عامل كل حاجة ربنا قايل لك عليها. راح قايل لها خلاص يا جدتي انا بعد كده هصلي وكمان هتوضى كويس قوي علشان اعرف اصلي. وراحت قالت له شطور يا حسان. في اليوم التاني طبعا صحي من النوم وكان اذان الظهر اذن. طبعا جدته قالت له يلا يا حسان بسرعة اتوضى، ولكن خلي بالك احنا هنلعب لعبة حلوة قوي. لعبة اسمها ايه؟ جاف ومبتل. اسمها ايه؟ جاف ومبتل. يعني هنشوف ايه الحتة اللي عندك ناشفة وايه الحتة اللي مبلولة، وكمان انا هعرف بقى انت اتوضيت كويس ولا لا من الحاجات دي. حسان فرح قوي وراح طبعا اتوضى وجه لجدته. وبعد اما جدته شافته لقت ايه بقى؟ لقت كعب رجله من ورا ما فيهوش مية. راحت قالت له ايه؟ حسان انت لازم تتوضى كويس، روح وتوضى تاني وهات المية كلها عند كعب رجلك، علشان لازم يبقى كل الاعضاء اللي هي المفروض نتوضى فيها تبقى فيها ميه. راح حسان قال لها انت ليه بتعملي كده فيا يا جدتي؟ قالت له انا بعمل كده علشان انا بحبك قوي. طبعا حسان راح وكان متضايق، وبعد كده جه صلوا هو وجدته وكانوا خلصوا صلاه خلاص. ايه اللي حصل بقى؟ طبعا قالت له تعالى انا عايزه احكي لك حكايه. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي هو والصحابة في يوم كده وسمعوا أذان العصر. وبعد كده طبعا كان مفيش مية غير لما مشوا شوية كده لقوا مية. الصحابة طبعا راحوا اتوضوا، ولقى وهو بيصلي ورا صحابي من الصحابة إن كعب رجله ما كانش مبلول. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ يروح يتوضى تاني. وقعد يقول ايه؟ ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني الحته اللي هي فوق اللي هي ايه؟ فوق الكعبه بشويه كده ما كانش فيها ميه. النبي زعل جدا، ولكن كان خايف على مين؟ على الصحابي اللي كان معاه. طبعا حسان قعد يفكر، قعد يقول لها ايه ده يا جدتي؟ هو انت عشان كده امرتيني ان انا اروح اتوضى تاني؟ قالت له ايوه. قال لها يعني كده المفروض ان انا اتوضى كويس قوي قوي علشان يبقى انا كده الوضوء بتاعي صح، وعلشان كمان اصلي وابقى خلاص كده انا عملت حاجات حلوه واتوضيت كويس زي ما ربنا امرني. قالت له ايوه بالظبط كده، انا كده بحبك ولا لا؟ قال لها ايوه انت كده بتحبيني قوي قوي، انت عايزه تحميني من النار علشان ربنا يحبني وعلشان اعرف ازاي اتوضى صح.
بس كده اتعلمنا ايه بقى من القصة بتاعت النهاردة؟ اتعلمنا ان احنا نتوضى كويس قوي، وكمان كل الحاجات اللي احنا بنتوضى فيها دي لازم نتوضى ونملاها مية كده علشان نتأكد ان كل حاجة المفروض ان احنا نجيب المية عليها تكون فيها مية كتيرة قوي ووصلت لها المية علشان يبقى وضوءنا كويس قوي ومظبوط. وبس كده، لو عجبتكم حكاية حسان استنوني في الحكاية اللي جاية. السلام عليكم.